أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار تعليمية رائعة. فكرة السلسلة بنستضيف أحد الأبطال العالميين اللي بيحلل أحد أدواره الرائعة، وكل دور بنتعلم حاجة جديدة وفي نفس الوقت بنستمتع بلمسات جميلة في عالم الشطرنج. يلا نشوف الفيديو. فيديو رقم 22 هنستضيف فيه اللاعب الكبير ترش، والدور بعنوان خالي من التكتيك. سيكبرت ترش المالي الجنسية وامتهن الطب ولم يحترف الشطرنج، بل اضاع فرصة التنافس على لقب بطل العالم مع شتاينيتز بسبب نشاطه الطبي. لمع في عصر الافزاز مثل لاسكر وشتاينيتز وتشيجرين وماروكزي وبليسبري وريتي. ترش ترك عدة مؤلفات تعتبر مرجع للشطرنج. الدور ده هو قطعة فنية استراتيجية، فترش لم يدع خصمه يعبئ قطعه بطريقة صحيحة أو مريحة، ونقلة وراء نقلة نجح ترش في خرق محاولات خصمه للهجوم المضاد وقلص موقفه، وفي النهاية انقض عليه وسحقه. ليس هناك تكوينات في الدور، ولكن التكتيك مختفي بين التفريعات. الأبيض ترش، الأسود جفالتر في مسابقة فيينا 1898 بافتتاح الدفاع المجري. يلا نشوف الدور. E4 E5 Knight F3 Knight C6 Bishop C4 Bishop E7 D4 D6. النقلة دي مشكوك فيها علشان بتقفل طريق فيه للملك. D5 Knight B8. ممكن اي حد يتوقع ان ترش هيلعب دلوقتي النايت C3 ويعبق قطعة جديدة، وده اللي بيعمله معظم اللاعبين اللي بيلعبوا بطريقة آلية وبدون تفكير. ولكن ترش كان مهتم بالحفاظ على سلسلة بيادئه اللي هي على الـ E4 والـ D5 واللي هتأيد حركة قطع الاسود، ولذلك فهو لعب بيشوب D3 وحرك قطعة تمت تعبئتها للمرة الثانية في الافتتاح. ولكن ده لغرضين، زي ما قلنا ان هو مهتم بالحفاظ على سلسلة بيادئه، ودلوقتي لو الاسود لعب نقلة زي C6 علشان يكسر البيادئ هيلعب C4، ما كانش يقدر يلعبها والفيل هنا، ودلوقتي لو تم التكسير هياخد ببدأ السي وهيحافظ على سلسلة البيادئ. وكمان نقلة بيشوب D3 بتمنع الاسود من انه يلعب نقلة زي F5 اللي بتهاجم الوسط وبتحرر دور الاسود، وهي دلوقتي ممنوعة. وكمل الدور نايت F6 C4 كاسل H3، نقلة وقائية تانية. الابيض بيلعب H3 علشان يمنع تعبئة فيل الاسود في مربع G4، ويسيب له فقط ان ممكن يعبقه في مربع E7، وفي نفس الوقت الابيض بيستعد ان يلعب G4 لو الاسود لعب نايت E8 وحاول ان يحرر دوره ب F5. كمل الدور C6 نايت C3 نايت E6. الاسود بيأمل ان يحط حصانه على C5 ويهدد الفيل، ولما الفيل بيتراجع بيلعب A5 ويمنع نقلة زي B4، وبكده يبقى احتل موقع امامي ممتاز. ولذلك في الموقف ده الابيض كمل بيشوب E3. دلوقتي لو الحصان لعب نايت C5 هيكمل بيشوب تيكس C5 دي تيكس C5 نايت تيكس E5 والابيض فاز ببيدق. وكمل الدور نايت C7 كاسل نايت FE8. الاسود بيحاول ان يحرر دوره، ودلوقتي عاوز يلعب F5، وطبعا هيحضر لها بان يلعب G6 وبعدين نايت G7 وبعدين يلعب F5. ولكن ترش هيبذل كل مجهوده علشان الاسود ما يلعبش F5. كوين C2. الوزير بيساند الفيل وبيساند البيدق في منع الاسود من انه يلعب F5. الحقيقة عمليا ترش بيمارس عملية خنق كبيرة على الاسود اللي مش عارف يحرر دوره ويخلص من هذا الموقف المتقلص. كمل الدور
سي تيكس دي 5 سي تيكس دي 5. طبعا احنا متوقعين ان الابيض بياخد ببيدا السي. لو الابيض ما اخدش ببيدا السي واخد ببيدا الاي، هنا الاسود هيلعب فورا اف 5، ولذلك في الموقف ده الابيض كمل سي تيكس دي 5 وكمل الدور جي 6. الاسود بيحاول ان هو يدعم لعب اف 5 وعاوز الوقت يلعب نايت جي 7 ويدعم كمان لعب اف 5 علشان يحرر دوره، ولكن الابيض رد بيشوب اتش 6. الابيض عاوز الرخ وبيجبر الاسود على لعب نايت جي 7، وساعتها هيبقى الحصان مربوط على الرخ ومش هيقدر يلعب اف 5 بحريته. نايت جي 7 اجبارية جي 4، نقلة جميلة. الابيض بيضع بالتأكيد نهاية لامال الاسود في لعب اف 5 في اي وقت في الدور. لازم نلاحظ ان طرش دلوقتي بيسيطر على مساحة اكبر من الرقعة، بينما موقف الاسود متقلص. الحقيقة طرش بيلعب باستراتيجية ممتازة. كمل الدور نايت سي اي 8. طبعا دلوقتي لو الاسود لعب اف 5 هيكمل بيشوب تيكس جي 7 كينج تيكس جي 7 جي تيكس اف 5 جي تيكس اف 5 اي تيكس اف 5، والابيض فاز ببيدا. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل نايت سي اي 8 وكمل الدور كينج اتش 2 كينج اتش 8 روك جي 1. طرش بالنقلة دي بين ان هو لاعب حذر وفي نفس الوقت ماهر. دلوقتي لو الاسود حاول يلعب اف 5 هيبقى في صالح الابيض لانه هيستفيد من فتح عمود الجي. كمل الدور بيشوب دي 7 روك جي 2. الابيض عاوز يزوج الرخين روك سي 8 روك اي جي 1 بي 6، نقلة سيئة. النقلة دي اضعفت المربعات البيضاء اي 6 وسي 6 وبي 5، وطرش هيستغل هذه الاضعافات فيما بعد. حاليا طرش هيزود التقلص في موقف الاسود اكتر واكتر، وهيلعب في جناح الملك نقلات زي نايت اي 1 وحياليها بالنقلات اف 4 واف 5. ولكن لو لعب على الفور نايت اي 1 هيسمح للاسود بلعب جي 5 اللي هتمنع النقلة اف 4، ولذلك طرش كمل كوين دي 2. دلوقتي مربع جي 5 اصبح تحت سيطرة الوزير والفيل الابيض، واصبح الاسود ما يقدرش يلعب، وبالتالي الحصان اصبح حر في الحركة ويقدر يوصل لمربع اي 1 ويلعب اف 4 واف 5. كمل الدور نايت اف 6 نايت اي 1. الابيض ماضي في خطته نايت جي 8 عاوز الفيل بيشوب اي 3 جي 5. النقلة دي نجح الاسود ان هو يلعبها وفعلا بتمنع الابيض من انه يلعب اف 4، ولكن الاسود دفع ثمنها غالي. اولا مربع اف 5 اصبح ضعيفا، وبالتاكيد احد الحصانين الابيض هيحتله ويبقى موقع امامي قوي. ثانيا بيدا جي 5 بيقف في طريق فيل اي 7 وده بيقلص كتير من نشاطه. وكمل الدور نايت اف 3. الحصان بيرجع لموقعه الاصلي ليمارس هجومه طالما ان عرف ان اف 4 اصبحت ممنوعة. اف 6 اتش 4 نقلة جيدة من الابيض اتش 6. اف 6 واتش 6 نقلتين ضعيفتين بالنسبة للاسود علشان بتضعف المربعات البيضاء اكتر واكتر. كمل الدور روك اتش 1 كينج اتش 7. الملك بيستعد للهروب كينج جي 1 كينج جي 6 نايت اتش 2. الحصان عاوز يروح لمربع اف 5 عن طريق ان يروح لمربع اف 1 وبعدين جي 3 وبعدين اف 5. روك سي 7 نايت اف 1 كوين سي 8. الاسود بيعمل هجوم مزدوج على بيدا جي 4 كوين اي 2. الحقيقة الحماية دهيت افضل كتير من انه يلعب اف 3، وطرش بيسيب المربع ده هو علشان يبقى حر في الاستعمال لباقي القطع، وحنشوف ده فيما تبقى من الدور. كمل الدور كينج اف 7.
الملك في طريقه للهرب. بيشوب اي 6 كوين بي 8 نايت بي 5 نقلة ممتازة. الحصان بيهاجم الرخ اللي ملوش اي مربع امن ممكن ان هو يروح له، وده بيجبر الاسود على انه ياخد الحصان بالفيل ويكسر فيله ذو المربعات البيضاء، وده هيزيد من اضعاف المربعات البيضاء في معسكر الاسود. بيشوب تيكس بي 5 بيشوب تيكس بي 5. فيل الاسود ذو المربعات البيضاء اختفى، وده ابرز الاضعافات اللي موجوده على المربعات البيضاء في معسكر الاسود اكتر واكتر. وكمان الفيل اللي باقي للاسود اللي هو فيل المربعات السوداء فيل سيء، لان كل بادئ الاسود موجوده على مربعات سوداء. ثالثا الملك الاسود انقطع طريقه للهروب بواسطه فيل بي 5. واخيرا الابيض له فيلين نشيطين قصاد حصانين خاملين عند الاسود. يجب اننا نلاحظ ان الموقف المادي متساوي على الجانبين، لكن الابيض متفوق استراتيجيا وموقفيا بصورة هائلة. ودلوقتي جاء معاد ان هو يترجم هذا التفوق الاستراتيجي الى فوز في النهاية. كمل الدور روك اف سي 8 اتش تيكس جي 5 اتش تيكس جي 5 بيشوب سي 6 نقلة رائعة. العمود المفتوح اصبح عمود مغلق. بيشوب اف 8 كوين اف 3 بيدق اف 6 مربوط على الملك، ولذلك بيدق جي 5 مش محمي والابيض ممكن ياخده. روك تيكس سي 6 الاسود فقد صبره وضحى بالفرق. دي تيكس سي 6 نايت اي 6 روك اتش 7 تشيك بيشوب جي 7. لو كان الاسود ملعبش بيشوب جي 7 ولعب مكانها كينج اي 8 هيكمل التفريع كوين اف 5 عاوز الحصان نايت سي 5 بيشوب تيكس سي 5 بي تيكس سي 5 كوين دي 7 تشيك ميت. ولذلك الاسود في الموقف ده لعب بيشوب جي 7 وكمل الدور نايت جي 3 روك تيكس سي 6 نايت اف 5 نقلة ممتازة. واخيرا الحصان وصل للمربع المنشود، ودلوقتي بيهدد ان ياخد الفيل المربوط على الملك. ورد الاسود كوين سي 8 روك جي اتش 2 نايت اي 7. لو الاسود ملعبش نايت اي 7 ولعب مكانها كينج جي 6 هيكمل التفريع بيشوب تيكس جي 5 اف تيكس جي 5. طبعا لو الاسود اخد الفيل بالحصان هياخد تشيك ميت في نقلة واحدة روك تيكس جي 7 تشيك ميت. ولذلك في الموقف ده الاسود بيكمل اف تيكس جي 5 وبيكمل التفريع نايت اتش 4 تشيك كينج تيكس اتش 7 كوين اف 5 تشيك كينج اتش 8 نايت جي 6 تشيك ميت كش مزدوجة ومات. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل نايت اي 7 وكمل الدور نايت تيكس جي 7 نايت تيكس جي 7 بيشوب تيكس جي 5 معتمدا على ربط البيدق. ودلوقتي الابيض بيهدد ان ياخد بيدق اف 6 ومات بعد عدة نقلات، ولذلك الاسود لعب كوين اي 6. وقبل ما الابيض يرد الاسود سلم. الحقيقة هنا في اكتر من تفريع الابيض بيفوز فيه، ولكن ابسط حاجة ان الابيض ممكن يلعب بيشوب اتش 6 ويفوز بقطعة وبالتالي الدور، ولذلك الاسود سلم. الحقيقة دور ممتاز من طرش، ورنا فيه استراتيجية هايلة جدا، ورغم ان احنا لو شفنا الدور مش هنلاقي فيه اي اثر للتكتيك، انما كل التفريعات الداخلية مليانة تكوينات ومليانة ادوات تكتيكية مختلفة. وهنا اقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ودور رائع جديد.